فاش جيت للرجاء كان شرط انه نجي وما يدخل فيا حتى شي واحد وما نجيش يجيبوني تحالفات يعني باش يصوتوا عليا الاغلبيه الناس الجزائر واحد هذاك الواحد يقدر يدير لي البقعة مثلا ويجي واحد ويقول لي باش نصوت عليك رحنا 20 دير لينا جوج في المكتب وحنايا تكتول ديال 30 دير معايا ثلاثة. انا خديت من عند هاد الناس من عند مؤسسة المنخرطين والمنخرطين قالك السي عزيز حنا المنخرطين تنقول لك ما تاخذ منا حتى شي واحد وهذه مسألة في الحقيقة كتبقى مزيانة ويمكن لأول مرة كطرى في الرجاء ماشي كلشي منخرطين ولكن الأغلبية إذا قال لك شكل المكتب ديالك كيما بغيتي كنقولوا المكتب اللي غيجي راه خصو يكون واحد المعايير المكتب هذا اللي قادر تيواجه معاك حتى لا كانت شي حصله ولا هذا قاد بعدها ماديا ديبلوكي وقاد معاك باش ما تبقاش تطبل غير بوحدك هذاك اللي كيطبل في الماء دونك خصنا نتجاوزوا بها المساله هذا مكتب غادي يكون مكتب جديد وسيقدم للتصويت غيكون وغيكون بمنخرطين ومنخرطين جدد باش نكونوا باش نقطع واحد المساله في واحد الشائع ديال هل هو شرعي او غير شرعي لا يا سيدي راه شرعي وحيت كيقول القانون يكون من هاد اللائحه ويكون لا يا سيدي ما عندناش مشكل كاينين غيكونوا من المنخرطين الجدد اللي تحقوا بالنادي وغيكونوا في هذه اللائحه هذه وغيكونوا ناس اكفاء وتنظن غادي يعجبوكم ندوز للتعاقدات في رايك انا عزيز الدراوي جاي للرجاء وبغيت اتاكون مزيان دابا تخيل انت راسك بلاصتي شنو دير شكرا وها بلاتي دابا تكون هنايا اجي نجي نجلس بلاصتك واجي انت جلس هنا ولا انت اجي حدايا وقول لي ندير وندير اللي بغيت ها بلاتي كاين واحد المساله ديال اللي كانت وهو الشائع هذا عرفتي شحال كيتصل بيا من اجون جوار عرفتي شحال كيتصل بيا من السمسار ديال اجون جوار عرفتي شحال كيتصل بيا من صحابي ما عنده علاقه بالكره و تيقول لي شوف راه داك فلان هذا راه اجون جوار واحد العداء وهذا راه غنتعاملو معاه ما عندنا ما نقولو ولكن انا غادي نشوفو العاد اختارينا واحد الناس تقنيين حتى هاد المسألة الناس تقنيين نعطيها لك انت سيدي تكلم بها اعطيني شكون هاد التقنية اللي اختاروا تما براسهم واش هما اللي هل هما اهل انهم يختاروا كتشوف المعايير التقني العابد ولا الراجا كانوا عندهم ديبلومات عندهم كاينين ناس مسؤولين مدربين دربوا الراجا راه ما خلي شوف المباريات ديال الراجا اللي تلعبوا عطيتهم المدربين واحد العدد من المدربين دوليين ومغاربة تفرجوا في 5-6 الماتشات باش يعطيوني الخصص فين كاين بعدا انا ما نقدرش نقول لك الرجاء حتى هي دروا الى الهضره اللي كنقول راه تقالوا لي وبنينا عليها وعرفناها وشنو غنديروا باش نجيبوا لاعب اليوم واجد لان خصنا نجيبوا الزربه ندخلوه عندنا ما عندناش حتى الوقت ميركاتو الصيف يقدر يسالي وانا جيت لسوء حظي شوف فين جيت انايا باش ناخذ الامور وما تنقولش باش ما تاولش لسوء حظي هو بدا تيهرب دابا لا يا سيدي سأواجه مسؤولياتي في المسائل كما كانت وغادي نديروا ان شاء الله تعاقدات على هذه القضيه ناس اختصاصيين رجويين غيورين محبين محايدين الى ما كانوش رجويين اللي غيختاروا لنا واحد النقط اللي حطينا صبعنا عليهم ديال الخصاص واللي غادي نشوفوا فيهم حتى المدرب حاليا اليوم شنو عنده فين عندك المشكل فين عندك الخصاص ونتعاملوا معاه نجيروا ما تبقى من البطوله ونجيروا بهم الموسم المقبل ان شاء الله تفضل اخويا على السيد الرئيس تفضل السيد الرئيس سلام اسمح لي خير تكلمتي نعم اخويا ماشي 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 انت انا اللي كنحدد ماشي انت انا اللي كنحدد يلا الله يعاون السيد الرئيس عرفتو شوف شوف لا لا غير دابا شوف حنايا دابا باقي تنقولوا
يلا السيد الرئيس تكلمت على السيد الرئيس تكلمت بالنسبه لهذا اللي كيقول الدراجه كاين اللي كيتقيسي كيقول واش كنشوف الدراجه واش عندها هذه الماليه ولا ما عندهاش ولا كاين رئيس ما كاينش علاش السيد الرئيس ملي ما كتكون لا باساسيون ما بين الرؤساء اللي كتقدم الاخلاق ديالو ما كتكونش واحد المحاسبه يعني اش خليتي لي في هذه الدراجه شويه كنسمعوا في لي شوز ميديا كنقولوا هذا الرئيس راه كيتسال الدراجه هذا الرئيس راه كيتسال الدراجه هذا الرئيس يعني علاش ما كتكونش هذا كما كتقول هذه المحاسبه باش تقدم لي انا لاباساسيون ديالك نتحاس معك اش خليتي واش كتسالني هادشي ما عمرنا سمعنا في الدراجه والسؤال الاخير هو الهبه الملكيه اللي عطى سيدنا في ديك الارض ديال ولاد صالح في وصلات قلتوا غادي يكون واحد كلوب ديال الرجال من اربع انديه في المغرب ولا في على الصعيد الافريقي يعني ما قيمش لناش تقريبا واحد الفتره ملي خداو الرجال خدا الكاس هذيك الهبه الملكيه راه باقي ما عرفناش واش تباعت ولا تبنات ولا فرقوها وزروها مع بعضياتها هادشي لا انا ما ساويش شكرا وجيب على الشق الاول ديال التعاقب ديال الرؤساء وقضيه المحاسبه ونجاوبك بسرعه على المساله ديال هذا كيتسال الغريب هذا كنتاها القضيه مبقاش الجامعه قطعات حتى واحد ما عنده الحق يسلف الراجل كاين شروط و بغيتي تسلف خصك دير شركه ودير كونت كورون الحساب الجاري مثلا عزيز الدراوي دار شركه وعطا شي شيك كديرو شيك عزيز الدراوي من حسابي الخاص للكلوب وكيدخل وكيتحسب ليك فواحد البلاصه باش ما وكنشوفو فين مشى وباش ما بقاش يقول راه سال داك العهد مشى ما بقاش قضيه ديال المحاسبه انت داخل كتدخل على راجل يكون هي قطاع ديال دوله ولا شي واحد انت انا ما عرفتش شكون اللي كيحاسب شكون انت كتدخل على ميزانيه انا ما عرفتش شحال خدا هذاك شحال دخل هي سهله وانا غنديرها وانا يا ما كنخاف ما كنحشم شي مسائل في الحق يعني لا اخشى لو متلائم مني غادي نكون نعرف نجيب قسم محاسباتي لي زيكسبير لي كوميسير كونت كي فون فير لا كونتابيلتي ويدوزهم ونلقى الخلل دخلات الفلوس دخلوا فلوس فلان دخلوا فلوس العابه اللي تباعوا فلوس ديال هذا وخسروا كاين ناقص راه غادي نقول انا ما يمكنليش ندخل عليه ونتحاسب عليه انا غنبدا حساب جديد حساب بنكي جديد فيه عزيز الدراوي يجي يحاسبني عليه من تما هادي وحده النقطه الثانيه هي الهبه الملكيه هي الاكاديميه ما قد ما يقدوش يوزعوها ما يقدوش لان ديال سيدنا الله ينصرو وعطاها هبه للفريق وهذا بعد شرف هي هبه شرف لنا كفريق اللي كيستافد من هذا النوع ديال الامتيازات هي بدات فيها اكاديمي اللي بناتها وجهزاتها الجامعه الملكيه لكره القدم تكون عارفه ما نبقاوش غير كنتيريو من البعيد راه 12 لا ماشي انت كنسمع بزاف ديال الامور 12 مليار تخسر عليها فيها الجامعه فيها الجهه فيها واحد العدد ديال الوزاره المتداخلين هي جاهزه انا المسؤولين درت اجتماع مع المسؤولين ديال الجامعه قال بمجرد ما تبدا الشغل ديالك اعطينا اسبوع حتى ثلاثه اسابيع نعطيوك السوارت ديال الاكاديميه تبدا تشتغل فيها